انا اديتك سرهم وانت شفتيهم بنفسك، استنيه ايه؟ دي مش فاضل غير الدخله. وانت ده يخصك في ايه؟ انا مش بدفع لك اللي انت عايزه؟ انا بس بفهم عشان لو اقدر اساعد. بص يا حارس، انا لما شفت الورق بتاعك عندنا في البيت حسيت ان حازم وراه حاجه، بس لما راقبته لقيته بيجي عندك اتاكدت ان حازم وراه مصيبه. لو فضحته دلوقتي مفيش حاجه هتحصل. اي راجل هيحاول يتجوز، كل الرجاله بتحاول تخون مراتها. بتحاول بس قليل منهم اللي بيعرف. الله ينور، انا بقى عايزاه يعرف. فتروحي رايحه للسيد الوالد عشان ياخد لك حقك وفضحته تبقى بجلاجل واكسر عينه، بيبقى زي الخاتم في صباعي طول العمر. طب ما تاخذنيش في السؤال، مش طبيعي متضايقه من ايه؟ قصدك يعني ان هو هيبقى معاها؟ حازم مجرد اي تي ام ماشين بالنسبه لي، واجهه اجتماعيه كده. ما احنا بقى الستات ده انا ماليش. ما هو واضح عليكي جدا. طب مش خايفه لا الفاس تقع في الراس والبيت تبقى حامل منه؟ يا ريت، ده انا ساعتها مش هخليه بس يطلقها، لا ده انا هخصبها كمان تنزل اللي في بطنها. لازم تتذل عشان تعرف اللي بياخد حاجه ياسمين صالح لازم يدفع الثمن. ويقولوا علينا احنا اللي شياطين. فعلا ان كيدهن عظيم. يا صباح الفل يا حبيبتي. صباح النور، شكلك حلو النهارده. ده عشان انت لانيكي زي القمر. انا وضبت لك شنطتك وحطيت لك حاجات زياده، انت عارف الجو هناك بيسقع بالليل. ايوه عارف. ومتهيألي بقى النهارده نفطر سوا مع بعض. انت هتغيب عننا اسبوع كامل يا حازم. ايوه مش هتتاخر، لسه في وقت. تعالى. صباح الفل. أنا مش مصدقة إن إحنا عملنا كل ده في الوقت القليل ده. هي دي مشكلتك من الأول، ما عندكيش ثقة في نفسك. دايماً محتاجة اللي يزوقك يوجهك، مع إن في الحقيقة أنت الإنسان الوحيد اللي يقدر يغير ده. أيوة بس أنا عمري ما كنت كده قبل ما أعرفك. مش حقيقي. بصي حواليكي، بصي، ده مجهودك، رسمك، بس انت اللي ما كنتيش مصدقه، او يعني ما كنتيش عايزه تصدقي. هو انت ليه دايما عايز تنكر فضلك عليا؟ ليه؟ عشان مش عايز اخش حياتك من غير ما اعلمك اي حاجه. انت لازم تتعلمي الدرس، تستاهلي تتعلميه. انت ليه محسسني ان انت ماشي مش هترجع؟ عشان ما حدش عارف هو ماشي امتى. افهمي بقى أرجوكي، السر فيك انتي، انتي مش في حد تاني. لا وانا مش موافقة. أوه. عشان السر فيك مش فاهم. وانتي هتفضلي كده لا بتسمعي ولا هتسمعين يا جميل. انتي ليه ما زعلتيش يا سحر؟ ولا انتي خلاص بقيتي عارفة انك فعلا جميلة؟